الناس بتوع الدكتور بيخافوا منها. النوم ديت اللي هي ناتشرالي اوكيرنج تمام راديتيف ماتيريال، يعني ماده مواد مشعه. دي لما بيجي يحكم بيه ممكن تكون فيه ايه؟ نور. مواد ايه؟ نور مشعه. فلازم بياخده ويعرف ايه، بيحلل التربه ويشوف ايه النوم بتاعها، هل في الحدود ولا لا؟ ليه؟ لان احنا زي ما احنا قلنا من شويه على الهيدروجين ان هو خطر جدا وليه ملابس خاصه، كذلك النوم دي ادوات خاصه لازم بيتعاملوا ايه؟ بيتعاملوا تمام؟ فدوت طبيعي دي البيز لاين. يعني ايه البيز لاين؟ يعني ده موجودة دلوقتي قبل الايه؟ المشروع. نعمل بقى عاملين نقيم اثر البي اي للمشروع. فزي ما احنا قلنا ان احنا بنعمل ايه؟ في اي مشروع اسمنت، كهرباء، صناعات بتروكيميكال، سياره، اي حاجه تقدر تعمل لها عمليه تقييم. ازاي؟ ان انت بتقسم البروجكت ده لمجموعه من البروسس، كل بروسس بتشوف الانبوت والاوت بتاعه سواء ماتيريال او انرجي. ثم في مهندسين متخصصين في الحاجات دي اللي احنا بنقول لك عليها تمام. ثم حتى دلوقتي في بعض المنظمات كده هو عامله حصه لكل دوله في انتاج السي او 2. يعني كل دوله ليها حصه في انتاج الايه؟ السي او 2 وبيبيعوها. الدول الافريقيه بتبيعها، الدول بيبيعوا الحصه. مفيش صناعه. تمام، مفيش صناعه، فبيبيع الايه؟ الحصه. تمام؟ فالايه؟ فانت كبيئه بيعملوا ايه بقى؟ يقول لك مثلا انت عندك صناعه بتنتج 1 كيلو وات كهرباء. بتنتج فيه كام؟ سي او. بتنتج سياره. بتنتج فيها كام سي او 2؟ بتنتج اي مدن؟ لو انت وصلت الرقم اقل من رقم معين المصنع ده بيديله ايه؟ كريدت. مبالغ. المؤتمرات اللي بتحصل دي غصب مبالغ للكلام. الكلام ده بقى مهم جدا للناس لو يقدروا يستغلوه. بيدوا المصانع مبالغ؟ بيدوا المصانع بيدعموها، بيدعموها. انا ساعات انا بروح السعوديه مصانع سابق. بص يعني احنا علمناهم هم دلوقتي بقوا ايه؟ اسبق منهم. الرياده. تمام؟ في مهندسين تكنيكال سبورت بيعملوا الكلام ده. كل منتج من منتجاتهم بيحسبوا بيع واحد طن. بيع واحد طن. بينتج سي او 2 قد ايه؟ بيشوف الرقم العالمي ازاي يقلل عن كده. تمام؟ فالكلام دوت بتعمله منين؟ السيستم دوت كسيستم ايه؟ متفق معاك ان انت بتحاول كل البروسيس. بلاش اقول انا كده هجيب لكم مثال حاجه زي كده اهوت ان انت بتطلعوا من دول بتحاول كل البروسيس لكل البروجكت مجموعه من البروسيس. يعني لما تيجي عاوز تعمل استكشاف للبترول أول حاجة بتعمل تمهيد للطريق. بتعمل تمهيد للطريق، دي بيسموها ديبريشن أوف إدريلينج، يعني بتعمل تمهيد للطريق. تمام؟ فأنت بتشوف البروسيس دي بتتضمن إيه؟ إيه الهضم اللي بتنتج من هذا البروسيس؟ ثم بتعمل دريلينج. دريلينج طبيعي فيه ثلاثة هضم. في حاجة اسمها بروديوس ووتر
كاتنج ماتيريال وفي اسوشيتد هازارد، يعني مثلا زي مثلا انت بتستخدم ديزل وتستخدم لوب اويل، كل الكلام ده هازارد. فتشوف ده البروسس دي الهازارد ماتيريال اللي عندك، دي الملوثات. تأثير كل ملوث ازاي؟ ايه؟ ازاي تقدر تتعامل معاه؟ هل هتتعامل معاه؟ هل ليه بديل؟ هتتعامل معاه سبستيوشن؟ هل ليه بريفنشن تقدر تمنعه؟ هل تقدر تعمل ريسايكل؟ هل تقدر تعمل تريتمنت؟ تمام؟ يعني ارجو ان الفكره تكون واضحه ليك كمهندسين او ايه؟ باذن الله تبقوا مهندسين خلال ايه؟ اشهر. تمام؟ الفكره تبقى واضحه ليك بالنسبه دي ايه؟ للموضوع دوت. ليه؟ اللي دوت طبيعي بيحسن من البيئه وبيحسن ساعات من الانرجي من الطاقه. يعني بيتحسن من ايه؟ من الاثنين. فهنا في عده البيئه عندنا مقسمين طبيعي دوت، او زي المهندس اللي ياخد المهندس
الصغير اللي لسه جاي وتقول له دينا ايه احنا عندنا حاجه اسمها ايه جي اف ار جاز فلو جاز لا جي ار اف جاز ريسيركيليشن فان دي احنا الناس الشركه عاملاها علشان تزود من انتقال الحراره وتكلموا معنا وتكلموا وهذا صحيح كده هو فهو اللي علمه في البدايه فهو مطلع 100% في الكلام دوت تمام ما اظن انكم بتطلعوش كده هنا بنتكلم على الفيست وول وزي ما احنا شايفين كده هو قال لك استميز كوانتيتي اوف فيست وول ايه كميه كمية هي مرتبطة بعد كده بالطريقة اللي انت هتعلم بيها الفيست وول. لو عندك كمية كبيرة جدا يبقى مش عملية ان انت تعالج الفيست وول. ممكن تعمل فصل للشوائب وتعمل لها ريسيركيليشن تاني. يبقى دوت طبقا للكمية، يبقى انت تبعت طبقا للايه؟ للكمية. تمام فالكمية مهمة جدا مهمة جدا كمان للراجل اللي يعمل عليك تشيك يعني لو الراجل بتاع جهاز الشؤون البيئة ده عنده تجربة انت قلت له كمية كذا وانا عامل التريتمنت ديت ده جهاز اللي بيعمل لي تريتمنت للبوست وور طب الجهاز ده ما يقدرش يعمل تريتمنت للكمية دي Yeah.
ولا هو دايما قلت لكم في البدايه او اليوم من اكتر دول مش عارف الكلام ده ولا الكلام ده ولا اكتر دولتين بينتجوا سي او 2 على مستوى العالم الصين. ايوه بتنتج حوالي 23% من سي او 2 على مستوى العالم، وامريكا بتنتج 21%. ده تقريبا ثلاث سنين يعني نص تقريبا، يعني 24% تقريبا نص العالم. ثم انجلترا ترجع احسن يا حوالي 6%. ايوه كده ثلاث دول، دول اكثر ثلاث دول بيستخدموا الفحم في انتاج الطعام. هما دول منهم دولتين رافضين يوقعوا على اتفاقيه ان هما هيعملوا تحويل هيكلفوا مليارات لتحويل الفحم الى نشر. شاطرين بس يدور على النور. بيستقبلوا الفحم في نشر. اتجاه ان احنا نعكس الايه دي شويه مخالف للقوس اللي احنا فيه. حاجه عادي. احنا هنا بنتكلم حاجه بتاعت التعليم. بنتكلم تعليم. الكلام دوت فعلا السؤال دي موجوده ان في موجوده وبتشوفها على النت وبتشوفها تمام؟ شوف كم الهائل وليه كم دوت موجود عشان انتاج الكهرباء بالفحم. تمام؟ وبالتالي لان الفحم هيطلع لك سي او 2 عاليه. يعني الفحم كربون. مفيش هيدروجين. فاهم الكلام؟ ساكن هشوف لك الساعة. هترفدنا انت. انا بقول لك كل عدد 8 دقايق بس ده مش شغلنا احنا بنتكلم عموما كده هو جبنا حاجه بس برضه بنتكلم ليه لان الموضوع عام جدا. الموضوع بالنسبه لك كمهندس المفروض الماده دي تبقى بالنسبه لك ماده مهمه. ليه؟ دي كثقافه وقف يا سوريا تزود تمام. ليه؟ لان دي زي ما بتقول ان الوقت الصناعه بتقاد بالبيع. يعني الصناعه الوقت بتقاد بالايه؟ بالبيع. يعني ممكن في مصنع احنا عندنا بنطبق قوانين البيع صح؟ ممكن تقفل مصنع. ممكن تعدل في بوست. اوكي. ده لازم طبيعي تكون انت لو ملم بالتريتمنت وملم ازاي تعمل وايه البدائل وايه وايه وايه. ده كله بايه؟ بيقويك كمهندس. مهندس مجموعه من التكنيكال مع شويه حاجات كده هو ايه؟ لازم يبقى برضه عنده في التربية زي ايه؟ زي الاقتصاد الناحية الاقتصادية تمام. بتعمل مشروع عندك فكرة ما تقدريش تعملها تعمل ايه؟ فيزابيليتي ستادي تمام. المشروع الأول هتقدر إن أنت تستأجرك ايه؟ عندك فكرة. يعني في احنا كان في عندنا مثال الدكتوراه أنا بنشتغل كتير، أنا ما بعملش أبحاث كتير إلا إذا